عايزاكي تحافظي عليه، وهو قال لي تشيلي، هو عشان تزعلي، اوعدك ان هو عمره في يوم هيجي عليك، مش عايزاكي في يوم تزعلي ولا مننا ولا مننا تحرمي، بس عشان خاطري وصيه اوصاها لك يا ندى، فعمرك ما تخليه يجي علينا ابدا، ولا في عمرك تمشي عننا ابدا، ماليش غيره، طلعت من الدنيا بيه، هو سندي وهو ظهري، هو ابني وحبيبي، هو العمر كله. أخت عريس تفاجئ الحضور بوصايا مثيرة من كام يوم، كان في فرح لشاب وفاجئت أخته المعزيم أثناء حفل زفافه، وقعدت توصي العروسة بوصايا كتير وسط تأثر كبير من الحضور اللي أعجبوا بكلامها، واللي قلب برضو مواقع التواصل الاجتماعي كله، ما بين مؤيد للي عملته هبة أخت العريس بإن إخوات العريس مش حربايات دايما، أهي واحدة اسمها هبة أهي وبتحب أخوها وحنين عليه وربنا يخليهم لبعض ويحفظهم، وما بين معارض سواء اختيارها للوقت وإنها كانت من الممكن توصي زوجة أخوها ما بينهم وما بين بعض مش لازم في المايك، وإنها أوفر وبتمثل علشان عايزة تاخد اللقطة وتبقى ترند وخلاص. على كل حال بدأت أخت العريس هبة توجه رسالتها ووصيتها لزوجة أخوها ندى، وقالت لها بكل حب وتأثر: أخويا يا ندى، ده ابن عمري، مش عايزاك في يوم تزعليه، وعايزاك تحافظي عليه يا ندى، وهو انك تشيليه، بس علشان خاطري وصية اوصها لك يا ندى، عمرك ما تخليه يجي علينا ابدا او تحوشيه عننا، انا ماليش غيره، انا طلعت بيه من الدنيا، هو سندي وهو ظهري وابني وحبيبي، ووعد مني ليكي عمري ما هيجي عليكي، وان عمل كده هنقف جنبك ومعاكي، وفوق راسنا هنشيلك وفي عينينا هنحطك، وفي قلبنا انت اكيد موجوده يا ندى، ماما هي امك التانيه وابويا هو باباك التاني، واوعدك مش هيحسسوك باي فرق وهيعاملوك زي بنتهم واكتر كمان، بس بالله عليكي اوعى في يوم تخليه يجي علينا، لان ده حبيبي، انا عندي ابن حمزه، لكن صدقيني محمد اخويا هو الابن الاكبر اللي مخلفتوش. بالكلمات دي اثرت هبه اخت العريس على الموجودين. صاحبي ابن عمري وابن قلبي، عايزاكي تحافظي عليه، وهو قال لي تشيليه، اوعي في يوم تزعليه، اوعدك ان هو عمره في يوم هيجي عليك، فوق دماغنا هنشيلك، وفي عينينا هنحطك، وفي قلبنا انت موجوده، مش عايزاكي في يوم تزعليه، ولا مننا ولا مننا تحرميه، واحنا اوعدك العمر كله هيبقى معاكي وجنبك وسندك وظهرك، عمره في يوم ما هيجي عليكي، ولو جه عليكي احنا معاكي. احنا في ظهرك، احنا سندك، ماما امك التانية، بابا ابوك التاني، عمر ما حد فينا هيجي عليك في يوم الايام، بس عشان خاطري وصية وصهالك يا ندى، فعمرك ما تخليه يجي علينا ابدا، ولا في عمرك تحشي عننا ابدا، ماليش غيره، طلعت من الدنيا بيه، هو سندي وهو ظهري، هو ابني وحبيبي، هو العمر كله، هو ابني البكري، انا عندي حمزة وحبيب بس محمد الكبير، عشان خاطري تحافظ عليه، وانا اوعدك ان هو في عينك هيشي، وعمره في يوم ما هيزعلك، وعمره في يوم ما هيجي عليكي، عايزه اقول لك ان احنا كلنا انت على دماغنا من فوق، هنحافظ عليكي دي في قلبنا يا ندى وفي عينينا، عايزه ضمك تطمن وعايزه عمه يطمن، عايزاكم كلكم تدعي لهم ان ربنا يرزقهم يصلح لهم حالهم ويرزقهم الذريه الصالحه، بس عشان خاطري هو ابن قلبي، هو مش اخويا، هو سندي بعد ربنا وابويا، عشان خاطري تحافظي عليا ندى، وعدك ان هو عمره في يوم ما هيجي. دلوقتي يا ترى بعد ما سمعت الفيديو هل انت موافق مع اللي هبه عملته ولا ما كانش صح تعمل كده؟ قول لنا رايكم في الكومنتات.